مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على دور الدول الفاعلة في سوريا وتأثرها على أو تأثيرها وتأثرها كذلك على مسار الحل النهائي للأزمة، ينضم إلينا العميد عبد الله الأسعد الخبير العسكري السوري عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية. أهلا بكم سيادة العميد. بداية، من جديد عادت السماء السورية للازدحام بطائرات الدول الفاعلة في الأزمة السورية، هل تتوقع اشتباكا محتملا بين تلك الطائرات؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في الواقع طبعا الكل يعتبر أن سوريا هي منطقة استراتيجية، وما قامت به روسيا في الفترة الأخيرة بتوسيع قاعة حميمين في الساحل السوري طبعا يعني مستغلة ظروف الجبهات الباردة في سوريا، وقامت بتوسيع هذه القاعدة لتصبح يعني أكثر استقبالا للطائرات الحديثة بكل أنواعها والقاذفات الاستراتيجية بزيادة طول المدرج وبناء هناجير لهذه الطائرات. موضوع الاصطدام بين القوات المتواجدة في سوريا هذا مستبعد، لأنه في العلم العسكري يعني السماء تبقى سماء واحدة، لا توجد عدة سماوات، يعني في السماء الدنيا أقصد، يعني إنما هو طبعا غير ذلك. أقصد بالنسبة للموضوع التكتيكي، تم الاتفاق التكتيكي الجوي، تم الاتفاق على يعني تحديد القطاعات والمسؤوليات لدى هذه القوات المتواجدة على الأراضي السورية سواء في البر أو في الجو، وهناك يعني إشارات تعاون وتنسيق وإشارات تعارف بين الطائرات. طيب، الاشتباك بين القوات المتواجدة على الأرض السورية مستبعد، ربما طبعا وهذا حدث، يعني ربما يكون اشتباك بين يعني القوات، قوات التحالف، وبين قوات النظام. طيب سيادة العميد، الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بوجوب إعادة النظر في سياسة بلاده الخارجية، هل تعتقد أن الولايات المتحدة هنا تلمح لإعادة انتشار أو ربما مشاركة بعمليات عسكرية معينة في سوريا، أم كيف تعتقد الدور الأمريكي سيكون في سوريا في حال طبق بايدن ما يصرح به؟ يعني قبل فترة ترامب عندما أعلن انسحاب القوات من سوريا طبعا هو تم تقليص عدد القواعد الجوية في سوريا، يعني مثلا انسحبت من قاعدة الصرين، هذه القاعدة يعني ليست قاعدة مثلا يعني مكانها قريب من حقول النفط، ليست ذات منفعة اقتصادية، ونعلم أن يعني البراغماتية الأمريكية هي التي تحرك عملهم. عادوا انتشار هذه القوات وأصبحت هذه القواعد بجانب كل بئر نفط موجود في المنطقة، إذا هم غايتهم فقط حقول نفط في هذه المنطقة بقوة، يعني القوات المتواجدة من 500 إلى 800 عنصر أمريكي، هؤلاء العناصر هم عناصر اختصاصيون، يعني ليسوا عناصر حراسة، إنما المكلف بالحراسة هي قوات قسد، هي التي تحمي الحقول وتحمي القواعد الأمريكية، لأن أمريكا يعني أخذت درسا من العراق عندما نشرت قوات برية في المنطقة وخسرت يعني لا يقل عن 4000 قتيل من القوات الأمريكية من المارينز الأمريكي، وخسرت كثير من الجرحى ومقطوعي الأطراف عندما عادوا إلى أمريكا، كان هذا له تأثير سلبي على الرأي العام الأمريكي. طيب سيادة العميد، حتى أستثمر الوقت مع حضرتك، الكيان الصهيوني لديه وجود في سماء سوريا مثله مثل روسيا مثل الولايات المتحدة، لكن كيف تقرأ دور الكيان الصهيوني في الصراع الدائر مع إيران خارج حدودهما؟ سيدي الكريم، يعني نكون نحن واقعيين كثيرا. طبعا القوات الجوية الإسرائيلية لديها إشارات تعارف مع القواعد المتواجدة على الأراضي السورية ومع القوات الروسية والأمريكية، تدخل بكل أمان وتقصر. في الواقع علاقة إسرائيل مع إيران طبعا أحيانا تقصف إسرائيل قوات في البوكمال ودير الزور، هي ما هو هدف إسرائيل؟ هدف إسرائيل في هذه الضربات ليس هدف تكتيكي قتل عنصر أو عسكري أو غير ذلك، هي تقوم باستطلاع مستمر، سواء هذا الاستطلاع أرضي أو جوي أو راداري أو إلكتروني، وتحدد مواقع
أسلحة استراتيجية تأتي بها إيران من طهران عن طريق مطار دمشق الدولي أو عن طريق مطار حلب الدولي، وتقوم بنشرها في المناطق البوكمال، الميادين، دير الزور. لذلك هي تضرب أهداف استراتيجية في طفص مثلا بالمنطقة الجنوبية بدرعا. أصبحت هناك قواعد حزب الله موجودة في المزاريب واليادودة، تبعد تقريبا 32 كيلومتر عن الحد الأمامي في الجولان المحتل. إسرائيل لم تقوم بقصفه. سيد عبد الله، في سؤال الأخير لكم، بالنسبة للوضع السياسي أو المفاوضات الآن والجولة الخامسة من مباحثات لجنة الدستور هي فشلت طبعا، كيف تتابع المرحلة القادمة من ناحية السياسية، خاصة أيضا فيما يجري على الأرض إن ربطناها بالمعطيات الموجودة على الأرض من ناحية العسكرية؟ يعني اللجنة الدستورية ستبقى ماضية في يعني في عملها، وطبعا النظام سيبقى يعطل، وهذا يعني يصل إلى ما لا نهاية من غير اتفاق. يعني هم الآن متفقين على أن لا يتفقوا، وحكى يعني وتكلم نظام الأسد بأن نحن يعني علينا أن نعطل أكثر وأكثر ونغرق هذه اللجان بالتفاصيل. طيب. من خلال يعني مناقشة يعني أمور ليس لها قيمة. نعم. في موضوع الدستور. شكرا جزيلا لك العميد عبد الله الأسعد، الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.